إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونسألك اللهم برد اليقين وطمأنينة النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة ونعمة الإخلاص وبركة الصدق وطيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أمين. وبعد، فحياكم الله تعالى أبنائي وبناتي في حلقتنا هذه الأخيرة من برنامجكم الرمضاني بهجة القرآن. وغدا إن شاء الله تعالى هو يوم العيد، عيد الفطر المبارك، واليوم هو آخر أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، اللهم أمين. وطبعا إن شاء الله في آخر ساعة من هذا اليوم الفضيل تكون يعني ساعة إجابة، والإنسان يحاول في آخر ساعة أن يتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن، ثم يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر ساعة ويستجيب الله له بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تعالى سوف يكون مقررنا لهذه الحلقة سورة الفاتحة، نقرأها ثم بعد ذلك نعلق على ما جاء فيها من تنبيهات ومعاني وأحكام، ثم نستخرج الأحكام التجويدية التي درسناها، ثم نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم التي وصلتنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الواتساب بإذن الله، ثم تحصل أفضل مشاركة على جائزة رمزية من البرنامج. ونبدأ الآن من سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. طبعا سورة الفاتحة لها أسماء متعددة، منها الفاتحة وأم الكتاب لأنه يفتتح بها الصلاة ويفتتح بها المصحف، وطبعا تسمى كذلك الشفاء والكافية أو الشافية، وأسماء كثيرة منها السبع المثاني، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، فهذه هي السبع المثاني. وطبعا كما يظهر أن البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، ثم نعد آية إلى أن نصل إلى ولا الضالين تكون سبع آيات وهي السبع المثاني. بعض القراء لا يعدون البسملة آية، وإنما يكون رقم واحد هذا بعد الحمد لله رب العالمين، فعليه يكون إيه؟ إن ولا الضالين ستة لأني ناقص واحد، فيقول إن صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية عندهم، عند من لا يعد البسملة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلها على بعضها آية عندنا، لكن الذي لا يعد البسملة يقول صراط الذين أنعمت عليهم ويعد هنا الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون هنا سبع مثاني على كل مذاهب العد
يعدي أي القرآن الكريم. وطبعا رب العالمين سبحانه وتعالى افتتحها بالحمده وبصفته سبحانه وتعالى أنه رب العالمين للجن والإنس وأنه رحمن رحيم، فالرحمة أو الرحمن هو المنعم على العباد بجلائل النعم، والرحيم هو المتفضل بدقائقها، وأنه سبحانه وتعالى مالك وملك يوم الدين وهو يوم القيامة الذي تحشر فيه الخلائق كلها ويحاسب الإنسان ويجازى، فإما إلى جنة وإما إلى نار، كل هذا هو ملك رب العالمين سبحانه وتعالى، هو المالك لهذا كله. ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك قدم المفعول به على سبيل الحصر بما يفيد الحصر عند البلاغيين، وهو يعني نعبد إياك، نعبد نحن إياك، فالمفعول به حقه التأخير، لكنه لما قدمه يأتي البلاغيين هنا دور البلاغيين أصحاب البلاغة فيقولون تقديم المفعول به يفيد الحصر والقصر. ما هو الحصر؟ اللي هو يعني لا نعبد إلا أنت. إذا قلت نعبد إياك فربما نعبد إياك وغيرك، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، هذا يفيد عند العرب الحصر والقصر. وكذلك إياك نستعين، فالاستعانة محصورة برب العالمين سبحانه وتعالى. بسبب أننا نعبدك ونستعين بك ولا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، نسألك يا الله أن تهدينا الصراط المستقيم، اللي هي صراط الإسلام، صراط المستقيم اللي هو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هو طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس ذلك الصراط الذي هو صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى، فإن الدين عند الله الإسلام. وهذه السورة طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى يستمع إلى العبد إذا قرأها ويجيبه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، حتى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك بعض الأئمة كان يقف على رأس كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين ويسكت هكذا طويلا، الرحمن الرحيم ويسكت، فلما سئل عن هذا قال أستمتع برد رب العالمين علي، يحاول أنه يستمع إلى هذا الرد ويتخيل الرد ويعني يستمتع به. طبعا الفاتحة هذه سورة عظيمة سميت بالشافية لأنها تصلح أن تكون رقية، وتسمى الرقية كذلك. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا في سفر فدخل أحدهم، فدخلوا عند قرية طلبوا أن يستطعموا يأكلوا، فلم يعطوهم شيئا فجلسوا، حتى جاءهم بعد قليل رجل من القرية فقال إن سيد القرية لدغ بعقرب فهل عندكم من دواء؟ فقام أحدهم ورقاه بسورة الفاتحة، قرأ عليه الفاتحة فشفي، فأعطوه من الطعام وكذا ومن الشاه، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأكلوا من الطعام حتى يستوثقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما فعله صحيحا، فقالوا يا رسول الله كذا وكذا حصل كذا وكذا، فقال من أدرك أنها رقية؟ كلوا واضربوا معي لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفاتحة رقية. وكذلك كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يرقي بالفاتحة فيشفى المريض، لكن بعد أن توفي عمر رضي الله عنه كانوا يرقون بالفاتحة فربما لا يشفى، فقالوا ما هذا؟ قال هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟ فيقولون إن السيف بضاربه،
السيف بضاربي، يعني لو جئت بأقوى سيف، سيف سيدنا علي ذو الفقار برأسين مدببين، وكان يقاتل به الكفار ويعمل فيهم سيفه كل عمل. فإذا جئت وأردت أن تضرب بهذا السيف وأنت رجل لم تتدرب على السيف لا يفيد شيئا، لأن السيف بضاربه. كذلك الفاتحة إذا قرأتها على أنها رقية لابد أن تستحضر أنها رقية، وأنك تكون على طهارة، وأن تخرج يخرج خشوعك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى حتى تؤثر الفاتحة في من تقرأ عليه. وإلا فالقرآن بركة في كل أحواله وفي ذاته. جميل، نريد أن نستخرج الأحكام التي وردت في هذه السورة من التي درسناها، وليس فيها أحكام تجويدية كثيرة من باب الأحكام الميم الساكنة والتنوين والنون الساكنة وغيرها، وإنما قليل. لكن هنا اللام القمرية بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة لامه قمرية تظهر، الرحمن الرحيم شمسية تدغم، الحمد قمرية لله رب العالمين، العالمين قمرية، قمرية يعني تظهر، الرحمن الرحيم شمسية في الرحمن وفي الرحيم، مالك يوم الدين، الدين شمسية، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا لابد أن تظهر الشدة جيدا، إياك نعبد وإياك، ولا تتكلف إظهارها بحيث تنقلب إلى جيم أو شين، إياك نعبد وإياك، بعضهم يفعل هذا من شدة ضغطه على الشدة. ونحن عندنا في المذهب الشافعي إن في الفاتحة 14 تشديدة، إذا سقطت واحدة بطلت الصلاة، لأن الفاتحة هي أم الكتاب، هي التي تصح بها الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، فلا تسقط الشدة وانتبه إليها. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ننتبه إلى ترقيق النون، لا نقول اهدنا الصراطنا، فهذا كثيرا ما يقع فيه الخطأ، اهدنا الصراط، لا اهدنا الصراط، نا اهدنا الصراط. كذلك الصاد هنا أو اللام في الصراط لم أل، لام شمسية مدغمة، المستقيم قمرية مظهرة. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت هنا فيها باب الميم وباب النون، فباب النون في أنعمت نون ساكنة وبعدها حرف العين، هذا إظهار حلقي، والميم بعدها التاء أنعمت هذا إظهار شفوي، فتظهر النون وتظهر الميم، لكن ننتبه إلى أن الإظهار ليس بغنة، فنقول أنعمت عليهم. كذلك عليهم غيري، الميم بعدها غين، فهذه كذلك تظهر إظهارا شفويا، عليهم غير المغضوب، المغضوب اللام قمرية، وننتبه إلى ترقيق الميم، فلا نقول الماء المغضوب، الماء مغضوب، المغضوب عليهم ولا الضالين. الميم في عليهم تظهر عند الواو في ولا الضالين، فنقول عليهم و، وهذا كذلك إظهار شفوي، بل هو من أشد ما يكون إظهارا، لأن الأئمة ابن الجزري وبعده الجمزوري وغيره نبهوا على أن الميم لابد أن تظهر عند الواو والفاء، لأنه خطأ شائع كثيرا ما يقع فيه الخطأ، فيقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، لأن الميم قريبة من الفاء، متقاربة من الفاء ومتحدة في المخرج مع الواو، لذلك ربما يقع فيها الإخفاء، فيقول أظهرها عليهم ولا. كذلك ولا الضالين، لا تقول ولا الضالين ولا، لذلك الإمام الجزري نبه على ترقيق اللام فقال وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله وليتلطفوا على الله ولض، شايف كل هذا هو ينبه على الآن كلمات لابد أن ترققها وأن تحاذر من تفخيمها، منها ولض
اللي هي وللضالين، يعني لا تقول ولا الضالين وإنما وللضالين. والضاد لا تقلبها إلى ظاء، لا تقول للضالين وللضالين. والألف طبعا هذه مد إيه؟ هنا نترك لكم الإجابة. الألف هنا بعدها حرف مشدد فتكون مد لازم كلمي لأنه وقع في الكلمات، مد لازم كلمي مثقل لأنه حرف مشدد بعده، هذا يمد بمقدار 6 حركات. وللضالين طبعا نهاية الآيات كلها هذا يسمى مد عارض السكون، يعني العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، المستقيم، وللضالين، هذا كله يسمى بمد عرض للسكون إذا وقفنا عليه، إذا وصلنا يسمى مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات. والعرض للسكون كما ذكرنا يمد بمقدار 2 حركات و4 حركات و6 حركات كما درسنا ذلك في الحلقات السابقة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سوى، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما نجا في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجا فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي مرة أخرى، ونستقبل الآن مشاركتكم واتصالاتكم. ومعنا المشاركة الأولى من رائد صهيب من الأردن. السلام عليكم. طيب انقطع الآن. معنا عبد الله عمرو من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عبد الله، تلاوة جميلة وهادئة ما شاء الله، لكن انتبه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط هذه بالصاد وليست بالسين، لا تقل اهدنا الصراط صراط الذين، لا، الصراط صراط. والذي يقرأها بالسين هو قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، لكن ليس حفص عن عاصم، فانتبه إلى ذلك. بارك الله فيك. اتصال من ساجد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا ساجد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت أحسنت يا ساجد، بارك الله فيك وفتح الله عليك. طبعا يعني ماسة من سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا ماسة، بارك الله فيك. كذلك الصراط المستقيم، الصاد هذا حرف تفخيم يعني لا يتأثر بالكسر، فنفخم الصاد، الصراط المستقيم، صراط الذين. وللضالين نمدها بمقدار 6 حركات، وللضالين. كذلك في النبر اللي هو على اللام، وللضالين، فلنتبهوا إلى هذا النبر. أحمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك، فتح الله عليك. معنا كذلك زين من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا زين، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط
الصراط المستقيم. لا لا تقل الصراط تاء، خليها طاء، صراط طاء طل طل طل. اهدنا الصراط المستقيم. سنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا زين، ما شاء الله تلاوة جميلة، بارك الله فيك. سنة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سنة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ممتاز جدا يا سنة، بارك الله فيك، فتح الله عليك. طيب معنا كذلك سهام حسين من سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا سهام، ما شاء الله تلاوة ممتازة كذلك، لكن فخيم الصوت أكثر، صراط، صراط الذين أنعمت عليه، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام. أهلا يا عبد الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. معانا رهف محمد من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتي يا رهف، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، لا نقول الرحمن، فننتبه لهذه الدقيقة الصغيرة، اهدنا الصراط، كسر كامل ثم نرقق النون، اهدنا، اهدنا الصراط، فرقق النون كذلك
يا رهف. وللضالين مديها 6 حركات. وللضالين 6 حركات. بارك الله فيك. إلياس من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بإلياس، تفضل. أهلا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هنا يا إلياس اكسر الهمزة كسرا كاملا، تقول إيه، هذه لا يتولد منها ياء، لكن لو قلت إي إي يتولد منها ياء، فقل إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا إلياس، فتح الله عليك وبارك الله فيك. سعد من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كمان يا سعد زود شوية المد. وللضالين. وللضالين. آمين. بارك الله فيك وفتح الله عليك يا سعد. نفيسة سيد من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا نفيسة، بارك الله فيك. تالا أحمد بن سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا تالا، بارك الله فيك. عمرو محمد من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك يا عمرو. معنا اتصال من آلاء من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا آلاء، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا آلاء، ما شاء الله. لؤي من سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا لؤي، ما شاء الله، تلاوة جيدة. معنا سالي من سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا سالي. الصراط المستقيم هنا يعني نفخم الطاء ونرقق اللام، نقول الصراط طل، لا نقول تل ولا نقول طل، فالطاء مفخمة، اللام للتعريف مرققة، فننتبه إلى هذا وهو مهم. يعني كثيرا ما نسمع اهدنا الصراط المستقيم طل، أو الصراط تل مستقيم تل مستقيم، وإنما طل الصراط المستقيم، فننتبه إلى هذا جيدا. ولا الضالين طبعا ست حركات، مديها ست حركات. محمد صابر من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين. أحسنت أحسنت يا محمد، ما شاء الله تلاوة جيدة، بارك الله فيك. طيب حمزة، محمد بن مصر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا حمزة، ما شاء الله. إياك نعبد، ضم الدال، لا تسكن الدال، لا تقل إياك نعبد وإياك، نعبد وإياك، فضم الدال، بارك الله فيك. محمد عادل من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا محمد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، لا تقل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، لا مش تاء وإنما طاء، فانتبه. بارك الله فيك. رقية صهيب من الأردن. إياك وإياك نستعين، استقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب هذه رقية ولا مين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا رقية، بارك الله فيك، تلاوة ممتازة ما شاء الله. وناخذ كذلك رائد صهيب من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا رائد، تلاوة جميلة، خاصة مع زقزقة العصافير وكذا، يعني كأننا في الحديقة، شيء جميل. شكرا يا رائد، بارك الله فيك. أنس محمد من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أنس، بارك الله فيك، فتح الله عليك جنة الله. صابر من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا جنة، تلاوة جميلة يا جنة. إياك نعبد وإياك، فافتحي الواو، لا تقولي وي وإنما و وإياك نستعين. أحسنتي. يوسف من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا يوسف، فننتبه كذلك للشدات كما اتفقنا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كأننا لم نستمع إلى الشدة جيدا، فهات الشدة جيدا، بارك الله فيك. لين من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا لين، وفتح الله عليك، مالك يوم الدين، اكسري الكاف كسرا كاملا. طيب أبنائي وبناتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ونعطي الجائزة في آخر حلقة من هذه الحلقات إلى سنة من السعودية. حفظك الله تعالى يا سنة، وبارك الله فيك، وجعلك من أهل القرآن العالمات العاملات، اللهم آمين. وبهذا نكون قد انتهينا من برنامجنا لهذا العام، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الأعوام القادمة بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.